أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والإعلامي المصري أحمد مهنا. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما له من عذوبة وإيقاع جميل على القلوب، آثرنا أن تكون لنا وقفة مع الشعر. قصيدة إلى العراق الحبيب. إعلام: شدوا على يدنا الوثاق، شدوا على يدنا الوثاق، شدوا وإن ضاق الخناق، شدوا على يدنا الوثاق، شدوا وإن ضاق الخناق، فكأن عصركم انقضى وكأن في الأفق انعتاق. سكن اليقين عروقنا، سكن اليقين عروقنا، وإذا الرماد بنا احتراق، وإذا القتيل بصمته لكبير ضغطكم استفاق. ماذا لديكم؟ قدموا. ماذا لديكم؟ قدموا. أخباركم محض اختلاق، لم يبق في إعلامكم غير التخبط والزعاق، فغثاؤكم يعلو هنا ليلامس السبع الطباق، وفعالنا وعظيمها خبر على شفة السياق. جئتم، جئتم وكل رصيدكم حقد وعسكرة ارتزاق، جئتم وكل رصيدكم حقد وعسكرة ارتزاق، صرتم طعام كلابنا أنتم وهوبرة النفاق، وكأنكم، وكأنكم في جبنكم غنم لمذبحنا تساق، وكأنما أرواحكم ودماؤكم ماء يراق، وحطام دباباتكم كعظامكم رهن سحاق، وأموركم في زعمكم تجري على قدم وساق. ظلوا إذن لا ترحلوا، ظلوا إذن لا ترحلوا، حتما سيتسع النطاق. ظلوا إذن لا ترحلوا، حتما سيتسع النطاق. ظلوا ولا تتسرعوا، ما زال في البدء السباق، ذوقوا جحيم فنائكم
فجحيمنا حلو المذاق، ظلوا ظلوا ولا تتساءلوا لقبوركم يمضي المساق، ظلوا ولا تتساءلوا لقبوركم يمضي المساق. أنتم بدأتم حربنا، أنتم بدأتم حربنا، فتحملوا ما لا يطاق، ها قد صحى أبطالنا كالموت وانتفض العراق، ها قد صحى أبطالنا كالموت وانتفض العراق. الكتاب الجليس الجميل، كانت له مساحة جميلة أيضا في حلقتنا لهذا اليوم وفقرة هذا كتابي. السلام عليكم، أحب أن أعرف نفسي أولا، أنا الكاتبة صابرين أحمد عودي من فلسطين، خريجة بكالوريوس الصحافة من جامعة النجاح الوطنية، وأحب أن أقدم لكم الزارية الأدبي الثالث، وهو أريدك وأكثر عن دار جفرة للنشر والتوزيع. يتحدث الكتاب عن الفقد واليطن، وهو أشبه برواية، يتكلم عن فقدها لوالدتها وهي كبيرة في السن، ولكنها شعرت بأنها صغرت 20 عاما منذ رحيل والدتها، ويتضمن أيضا عن الحنين لزمن كانت فيه جميلة وفرحة، ولكن رغم كل الأزمات والحزن والألم الذي مر بها أصرت نحو الطموح والإصرار للتحدي لكل ما هو عائق للنجاح وللوصول إلى هدفها الذي تريده وتصبو له. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الباحث والإعلامي المصري أحمد مهنة، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد مهنة، ضيفا على فضاءات والرافدين. بارك الله فيكم، أتشرف والله بوجودي مع حضرتك، إعلامي رائع، لغة متميزة، يعني ما شاء الله إطلالة طيبة على قناة الرافدين، أسأل الله عز وجل أن تكون إطلالة نحن طيبة. نحن لنا يعني الشرف، وهذه شهادة أعتز بها أنه تصدر من رجل أزهري. بارك الله، تحدث عن اللغة. نعم. جميل، سعدت بهذه الشهادة، حياك الله سيد أحمد. بارك الله. أنت تعمل الآن في قناة مكملين. نعم، قناة مكملين مستمرين يعني. نعم، قناة هي مكملين. نعم مكملين، لكن إذا كان المكتب أغلق في تركيا لكن تعمل طبعا. نعم، قناة مكملين المصرية التي تبث من اسطنبول، بودي أن يعني تحدثنا عن تجربة العمل الإعلامي في الغربة، وكيف بإمكان الإعلامي أن يخدم قضية وطنه من ساحة الغربة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية طبعاً يعني نهنئ أمتنا الإسلامية والعربية، ونهنئ العالم أجمع بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الذكرى الطيبة التي يعني أشرق الكون بميلاد النبي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبته. آمين. في الجنة، اللهم آمين. 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 العمل الإعلامي يعني من أخطر الوظائف الهامة جدا في أي مجتمع، العمل الإعلامي. وعملت في مصر في هذا الوسط، وسط الإعلام طبعا، عندنا في مصر الإنتاج الإعلامي مكان واحد يجمع كل القنوات. نعم. من يعني هذا المكان أو البؤرة الإعلامية. نعم. تحرك المجتمع يمنة ويسرى حتى ولو كان إلى خطأ. فالإعلام سحر، الإعلام هذا سحر. تجربة الإعلام في الغربة الحقيقة يعني ربما تكون تجربة فيها آلام كثيرة، لأن كثير من يعمل في العمل الإعلامي ولكن قليل من يخدم القضية بحق. والأمة العربية الآن والأمة الإسلامية الآن. نعم. تحتاج إلى صدق، إلى من يصدق القول في العمل، تحتاج من يعني يعمل من أجل هذه القضية بدون أجندات أخرى، يعني نجنب الآراء الشخصية أو الجماعية أو المؤسسية،
وعندنا هدف واحد هو يعني أن تنتهي هذه الأزمة، أزمة العرب وأزمة المسلمين في العالم. جميل، يعني حضرتك تحدث عن أزمة العرب والمسلمين، معروف أن أمتنا العربية والإسلامية تتعرض لهجمة ثقافية شرسة، وطبعا هذه الهجمة الثقافية أيضا مدعومة من يعني بهجمة عسكرية، بهجمة إعلامية، بهجمة سياسية يعني من قبل الأمم المعادية التي تتبنى المشروع الصهيوني والعقائد الفاسدة. يعني لماذا يقف الإعلام العربي عاجزا أو هكذا يبدو أمام هذه الهجمة الشرسة؟ يعني عندما ننظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها الدول العربية والإسلامية، لماذا نرى الإعلام العربي والإسلامي عاجزا أو متقاعسا أمام هذه الهجمة الشرسة؟ هو إعلام مكتوف الأيدي. نعم، يعني الإعلام العربي الإسلامي إعلام مكتوف الأيدي، لأن غالبا يعني هو ليس حر بصورة كافية، يعني هو حر إلى خط محدد، يعني أنت حر في حدود أن تتكلم في أطر معينة فقط، إنما أن تتخطى هذه الحدود الداعم يسحب، تجد نفسك وقفت. فالإعلام العربي يعاني من داخله أكثر مما يعاني من خارجه، يعني هو العدو الخارجي، الأمم المعادية التي يعني تحارب المشروع العربي أو الإسلامي تعلم أن القوة يعني موجودة في هذا المشروع، مشروع العرب الإسلامي مشروع نجح وينجح ومكتوب له النجاح إذا طبق بصورة سليمة. لذلك هم يعني يبعدون العناصر النجاح عن هذه المنظومة، فتجد الإعلام العربي الإسلامي مكتوف الأيدي من الناحية المادية، مكتوف الأيدي من ناحية دعم الأخوة بيننا وبين يعني بين الإخوة وبعضهم يعني البعض. نتحدث عن الإعلام الخاص وليس الرسمي. الرسمي لماذا أنه دول لديها إمكانيات مالية عالية؟ لا، الرسمي هذا يعني لا أقول لحضرتك يعني أن الإعلام الرسمي للدول العربية والإسلامية يعني مات ونصلي عليه، نكبر عليه أكبر أربع تكبيرات، يعني هذا إعلام موجه بنسبة 100%. يعني يا أستاذنا الكريم وصديقي العزيز، يعني ماذا لو عمل الإعلام الرسمي العربي وماذا لو عملت الدول العربية لصالح المشروع الإسلامي ولصالح المشروع العربي؟ والله لن يقف أمامنا أو لن تقف أمامنا جهة، لأن هذه الأمة تمتلك من مقومات النجاح ما لا تمتلكه أمم أخرى. لغة واحدة، كتاب واحد، قبلة واحدة، حتى من هم من غير المسلمين من الذين يعيشون بيننا، يعني الله عز وجل أنصف هذه الأمم، يعني ونحن لا نعتقد أن كل المسيحيين، كل النصارى، كل اليهود، لا لا لا، ربنا تبارك وتعالى قال ليسوا سواء. بعد ربنا ما قال في سورة آل عمران لن يضركم إلا أذى، وقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، قال بعد ذلك ليسوا سواء. لا، في منهم أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل، يعني في منهم ناس. فهذا المشروع يجمعنا جميعا كعرب، غير المشروع الخاص للمسلمين اللي هو أصلا في إعمار للأرض، لأن المسلم لا يعمر مكانه فقط لكنه يعمر واستعمركم فيها. ربنا قال في سورة هود واستعمركم فيها، يعني إحنا مطلوب مننا إعمار الأرض. عندنا كتاب واحد، عندنا لغة بتجمعنا، عندنا رب واحد نتوجه له، عندنا قبلة واحدة، عندنا والله لو اجتمعت كل هذه المقومات المادية في قطر مثلا، مع الموارد البشرية في العراق وفي مصر وفي يعني كل هذه تجتمع في بوتقة واحدة، ما الذي يمنع من أن تجتمع؟ الفتن الداخلية. نعم، يعني هناك من العرب ومن المسلمين من لا يريدون لهذا المشروع نجاح، لا أدري لماذا. نعم، يعني لا أدري لماذا تحارب ثورات الربيع العربي بأيدي العرب، نعم، وبدعم من العرب، ولكن بإعاز من أمم معادية لنا. للأسف يا أستاذ محمد، الاستعمار أو الاحتلال، لا أقول استعمار أبدا يعني، نعم، لأن الاستعمار شيء جميل يعني، لكن الاحتلال من التعمير، نعم نعم، ويستخدمها العرب يعني بجهالة. نعم نعم، كنا ندرس في المدارس يا أستاذ محمد، يقول لك ندرس الاستعمار الإنجليزي، نعم، والاحتلال العثماني، تجريف للعقول،
حتى يعني يكبر الشاب فيقول احتلال عثماني فيكره هذا الاحتلال رغم أنه لم يكن احتلال أبدا. نحن في مصر مثلا ما تقدمت الطرق وكذا إلا في عهد كما يقولون يعني، ولكن هو احتلال إنجليزي احتلال فرنسي، هذا احتلال استعمار. وهذا أنعم، وهذا الاحتلال قبل أن يخرج من بلادنا عسكريا جرف العقول وترك، يعني مثلا في مصر ما كنا نعرف كلية الحقوق في الأربعينات والثلاثينات يعني من القرن الماضي، ولكن الاحتلال قبل أن يخرج من مصر عسكريا ترك، لأن قبل كلية الحقوق كان الشيخ الذي يتخرج من الأزهر هو قاضي في مكانه، ترك الاحتلال بلاد المسلمين عسكريا، ولكنهم لم يترك عقولهم ولم يترك الإعلام. فللأسف هذه النقطة الرئيس في الموضوع، أن الإعلام المؤسسي للدول الإسلامية والعربية يعني يتحكم فيه من قبل جهات خارجية، وهذا يعني يتضح لكل ذي عقل. لماذا بقيت هذه الكلمة طبعا ضمن المناهج التعليمية في كل الدول العربية تقريبا، في المناهج التعليمية نقرأ كلمة استعمار؟ يعني الجهات التي مسؤولة عن إعداد هذه المناهج هل تجهل معنى هذه المفردة؟ هل تجهل اللغة العربية؟ طبعا هي لا تجهل أبدا، لكن أعتقد أنه يفرض عليها هذا. يعني المناهج التي توضع في بلاد العرب وبلاد المسلمين يعني مناهج موجهة. لماذا الآن وفي هذا التوقيت؟ هذا التوقيت لا أقول هذا العام، لأن هذا التوقيت هذه الحقبة التاريخية آخر 10 سنوات مثلا. لماذا ينزع من الكتب التاريخ؟ معذرة سيد أحمد، سنكون بعد الفاصل، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفي لهذه الحلقة الباحث والإعلامي المصري أحمد مهنا. أعود إليك سعد. تشرف أحمد. كنت تحدث عن انتزاع بعض المواد من كتب التاريخ. في تعمد لنزع يعني مواضيع محددة معينة من مناهج التعليم ومن الإعلام عموما. يعني كنت أعمل في الإعلام في مصر، فكان يشترط قبل أن أعمل يجلس معي مدير الإعداد فيقول لي تتناول مواضيع كذا وكذا وكذا، مثلا مواضيع الأمانة الصدق كلها مواضيع طيبة جيدة، لكن يقول مثلا لا تتحدث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والله هذا تم في إعلام عجيب عربي، يعني يقول الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا تتحدث عنه أبدا، موضوع الحجاب لا تتحدث عنه أبدا. فهناك فرض على المؤسسات الإعلامية لمواضيع محددة، يعني لا يريدون الحديث عن الصهيونية، لا يتحدث أحد عن هذا أبدا، إلا يعني حتى تذهب حمرة الخجل، يعني تأتي على استحياء يعني هذا الأمر. والحق أن هذا الأمر يعني في غاية الأهمية، أن يعمل الإعلام المؤسسي للدول العربية والإسلامية لصالح القضية العربية الإسلامية بصدق وبدون إملاءات خارجية، هذا سيأتي بنجاحات يعني لا يتصور مداها ولن يتحملها أعداء هذه الأمة. جميل، حضرتك الآن سحبتني إلى سؤال، تقول أنه إدارة المؤسسة الإعلامية تفرض عليك أن تقول كذا ولا تقول كذا ولا تقول كذا، هل يستطيع الإعلامي أن إلى حد ما أن لا أقول يتمرد، ربما صعب أن يتمرد، أنه ربما كتب له رزقه وعيشه على هذه المؤسسة، ظروف الحياة الصعبة، لكن هل يستطيع أن يمرر ما يخدم قضية الأمة من خلال سطور؟ ربما يستطيع، لكن لن يستطيع إجمالا. يعني الأثر سيكون ضعيف. لذلك كما ذكرت لحضرتك في أول الأمر، أن الدعم المادي، أن تمتلك رزق لسان من يتكلم، هذا يعني يحجمه تماما، يجعله آلة. آلة سيخرج الإعلام بمجرد واجهة حتى يقول ما يريد الداعم. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان له يعني كلمة رائعة، فكان يقول يعني لا يكون القرار من الرأس حتى يكون الطعام من الفأس، رحمة يعني الله عليه رحمة الله، يعني من زرعة يدك تكون مستقلا. تستقل. لذلك الإعلام الخاص الآن عليه مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية. والداعم لهذا الإعلام الخاص لابد أن يعطي الاستقلالية التامة. أنا أثق في حضرتك، أثق في
الثقافة وأثق في المواضيع التي تتناولها وأثق في طرح الأمور وأثق في المعالجة، خلاص لا أفرض كلمة كلمة. إنما يعني الآن قليل من يدعم ويترك، يعني نريد أن يتضح الهدف وتجتمع عليه كل المؤسسات العربية والإسلامية. نعم جميل. حضرتك يعني أراك فاعلا في المشهد الثقافي العربي، الآن أنت حضرتك تقيم في اسطنبول، معروف طبعا كلنا نقيم الآن في خارج بلادنا، معروف الأنظمة الفاسدة التي خربت بلداننا، ونريد أن ندافع عن بلادنا وعن وطننا، لا تستطيع أن تقول كلمة حرة وأنت تحت يعني سيف النظام الفاسد والمجرم، اضطررنا لمغادرة بلادنا، والآن نحاول بقدر ما نستطيع أن نختم أوطاننا من هذه الساحة. أنت الآن أراك فاعلا في المشهد الثقافي في اسطنبول، وسبقا التقينا في مهرجان الأقصى الذي يقيم في جامعة صباح الدين زعيم في اسطنبول، وحضرها من ضمن الحضور الشيخ أكرم صبري إمام وخطيب الأقصى، وطبعا يعني شعرنا أنه قدمنا لقضيتنا ما قدمنا. يعني مثل هكذا فعاليات إلى أي مدى ممكن أن تخدم قضية أوطاننا؟ الحقيقة يعني أتكلم عن هدف يعني ما أحمله في صدري، يعني إن يعني ثبت بما لا يدع مجال للشك إن شعوبنا العربية تحتاج إلى تذكير بالأخلاق. نحن عندنا أخلاق فضل الله عز وجل، وأنا عندي أشقائي عاشوا في العراق فترة طويلة يعني ويعشقونها يعني ويحكون عنها أيام جميلة في الثمانينيات وما بعدها، يعني قبل هذه الأحداث شعوبنا العرب، مصر، سوريا، لبنان، يعني الدول العربية فيها أخلاقيات وفيها قيم تريد أن تزيح عنها هذا الغبار فقط. فثورات الربيع العربي أثبتت أن الأخلاقيات نحن أحوج ما نكون إليها الآن. يعني ربما هناك يعني سياسيون كثر يعني تحدثون في الجانب السياسية والجوانب يعني التي نمر من خلالها إلى، وإنما الجوانب الأخلاقية هذا ما أحمله، يعني هذا يعني ما أحمله على كتفي هم يعني نشر هذه الأخلاقيات في الغربة، خاصة أننا في الغربة هنا يعني كثير من الشباب الذين يحملون في قلوبهم بذرات خير كثيرة، ولكن هنا يعني مع الفتن ومع فابتعدوا عن الأصل، أصل الأخلاقيات، وإنما بمجرد التذكير يعود. نعم. فالحقيقة أن الفعاليات الثقافية هنا في اسطنبول يعني أشارك فيها وأنا يعني أحب ذلك، يعني لأننا أولا نجتمع، أجد في ملتقى ملتقيات إخوة عراقيين مع إخوة سوريين، مثل الملتقى الأخير الذي حضرناه سويا، مثل هذا الملتقى الأقصى الثاني. الأقصى يجمعنا. الحقيقة أن يعني قضية الأقصى لابد أن تجمعنا، وهي التي تجمعنا. نعم. في اسطنبول هنا نتكلم بحرية فضل الله عز وجل ونجتمع ونقول ما نريد فضل الله عز وجل، يعني أسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، يعني نعمة الحرية. آمين. فهذا الملتقى الذي التقينا فيه يعني هو يحدث يعني حركة. نعم. في موات قضية الأقصى، قضية الأم تجمعنا، والعدو الصهيوني يعني يهتم جدا بالجانب الإعلامي، ومخطئ من يظن أن هذا العدو يعني يهمل الجانب الإعلامي. أبدا، هو يريد أن يثبت للعالم أنهم عندهم إنسانية وعندهم أبدا. نعم. هم مجرمون. فمثل هذه الفاعليات الأقصى وغيرها يعني تجعل تثبت أو تظهر للعالم وللدول المغبونة المضحوك عليها أن هذا النظام مجرم. نعم. وأنه إلى زوال. وحضور طبعا الدكتور عكرمة صبري في هذا الملتقى كان له أثر كبير. نعم. لذلك لابد في الغربة للإعلام من الحديث عن الأخلاقيات. جميل. حضرتك أيضا تمارس كتابة المقالات، وسبق أن نشرت يعني كثير من هذه المقالات في الصحافة المصرية، ودي أن نسلط الضوء على طبيعة هذه المقالات، ما القضايا التي كنت تتناولها في المقالات؟ كتبت في يعني صحف وجرائد خاصة في مصر وليس. نعم. في جرائد حكومية يعني حتى. نعم. في أن قبل النظام الماضي يعني. نعم. يعني ما كنت أحب أن أتناوله هو
الجوانب الاجتماعية الأخلاقية، رغم أنني أزهري وأحب يعني أتشرف جدا من سبيل الأزهر وتخصص القرآن والقراءات، لكن هذا يعني جانب مهم جدا في حياتي، لكن جانب المقالات ويعني هذا كان أهتم جدا بالجوانب الأخلاقية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب التي تجمعنا. يعني كنت أحب جدا أتكلم عن يعني أننا الاختلاف أو الخلاف أمر طبيعي، طبيعي جدا أن نختلف معا، وطبيعي لكن غير طبيعي ألا أتقبل الآخر. طبيعي جدا أنا أحب هذا وأنت تحب هذا، لكن يجمعنا الاحترام والحب ويجمعنا صدق النية، وأنا يعني أعرف أن الذي أختلف معه في هذه الفكرة هو غير مجرم، يعني نحن نعم جميعا في مركب واحد. يعني عندما يكون صادقا ومخلصا ابن وطن، نعم، إلا غير ذلك طبعا يجب أن يكون موقف صارم. عزيزي الباحث والإعلامي المصري أستاذ أحمد مهنا، شكرا لك على هذا الحوار الشيق. شرفت بفضلتكم والله وهذه القناة الرائعة يعني وبالإخوة في العراق. أو الشيق لأن هذه حرف شمسي هذا. أنا أمام بارك الله فيكم، والله استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك ومرة سريعا يعني. شكرا لك أستاذ أحمد، وسعداء بهذا هذا اللقاء، وأتمنى لك التوفيق، وأتمنى لأمتنا العربية أن تتحرر من هذه الأنظمة قبل ما تتحرر من القوى المعادية. شكرا لك. جزاك الله خيرا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.